قال الناشط السعودي في حقوق الإنسان يحيى عسيري إن الجناة في جريمة قتل خاشقجي لا يزالون طلقاء، وأن المملكة لم تتعاون مع مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد. ودعا عسيري خلال ندوة على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف تحت عنوان السعودية وقت المساءلة، دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الجريمة. بخصوص قضية خاشقجي، نحن طالبنا بفتح تحقيق دولي مستقل، وبدون هذا التحقيق لن نصل إلى الحقيقة، وسوف يبقى النظام السعودي يشعر بالحرية في ارتكاب مثل تلك الجرائم. نحن نعلم جيدا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو الذي يقف وراء مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، والجناة لا يزالون طلقاء. رفعت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك دعوى قضائية لرفع السرية عن الوثائق الاستخباراتية الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين جويل سايمون إن اللجنة رفعت الدعوى بهدف معرفة ما إذا كانت الحكومة الأمريكية على علم مسبق بوجود خطر يحيط بخاشقجي قبل مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. وتأتي الدعوة عقب يوم واحد من جلسة استماع بين الإدارة الأمريكية وأعضاء في الكونغرس طلبوا مسؤولي الخارجية والخزانة بتقديم شروح بشأن التحقيقات في عملية الاغتيال. دعوى قضائية رفعتها لجنة حماية الصحفيين في نيويورك لرفع السرية عن وثائق استخبارية بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. هدف الدعوة بحسب مدير لجنة حماية الصحفيين جويل سايمون هو معرفة ما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد علمت مسبقا بوجود خطر يحيط بخاشقجي قبل مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول. سايمون اتخذ موقفا حادا فيما سبق بشأن مقتل خاشقجي، إذ اعتبرها الجريمة الأفظع بتاريخ اغتيال الصحفيين خلال العقدين الماضيين. كما عبر سايمون في مقال سابق عن استغرابه من إقدام السعودية وهي الحليف الكبير للولايات المتحدة على ارتكاب مثل هذه الجريمة، مفسرا ذلك بندرة تعرض مرتكبي العنف والرقابة على وسائل الإعلام لعواقب مساوية لجرائمهم. دعوة لجنة حماية الصحفيين تأتي عقب يوم واحد من لجنة استماع مخيبة للآمال خلف الأبواب المغلقة مع مسؤولي إدارة ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. قدم خلالها مسؤولو الخارجية والخزانة شروحا بشأن التحقيقات في عملية الاغتيال. أحد زعماء التيار الديمقراطي السيناتور بوب مينينديز وصف جلسة الاطلاع بأنها مسرحية هزلية، ولكن مشرعين أمريكيين تعهدوا بالضغط على إدارة ترامب من أجل رد أقوى، وصل إلى مطالبة بعضهم بفرض عقوبات على السعودية، فهم يصرون على المطالبة بالكشف عن خفايا تلك الجريمة المروعة بحق صحفي سعودي كان مقيما في بلادهم. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف تنضم إلينا في الاستوديو مراسلتنا في العاصمة الأمريكية واشنطن ريما أبو حمدية. أهلا بك ريما، يعني كنت تتابعين خلال الشهور الماضية عن قرب ملف خاشقجي والضغوط التي يحاول الكونغرس وضعها على الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بهذا الموضوع. لأي درجة برأيك يمكن أن يكتب للجنة حماية الصحفيين النجاح في مطالبتها برفع السرية عن وثائق تصنف على أنها استخباراتية؟ الأمر الآن بيد القضاء، على المحكمة هي التي ستصدر حكمها بهذا الموضوع. كان هناك في الماضي قضايا طلبت فيها مؤسسات وجهات مختلفة رفع السرية عن بعض الوثائق، ونجحت هذه المطالب أو قام القاضي بالحكم لصالح سوابق مثل قانونية. هذه سوابق قانونية في هذا الموضوع، لذلك ربما يمكن أن تستخدم هذه السوابق للمطالبة بالكشف عن سرية بعض الوثائق المتعلقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خاصة وأن الضغوط على الإدارة الأمريكية من المشرعين من المنظمات الأهلية والحقوقية في الولايات المتحدة، لذلك يمكن أن يشكل ذلك ضغط أكبر على هذه المطالب أو يعطي قوة لهذه المطالب داخل الولايات المتحدة. طيب ما التداعيات القانونية والقضائية المتوقعة في حال تم الكشف عن هذه الوثائق
كشف أن الإدارة الأمريكية كانت على علم كما تقول لجنة حماية الصحفيين، على علم بالخطر الذي يواجهه خاشقجي قبل دخوله لقنصلية بلاده. أولا، إذا ما نجحت هذه المنظمة بالكشف عن سرية هذه الوثائق على هذه المنظمة أو الجهات الحقوقية المختلفة أن تثبت أن ما جاء في هذه الوثائق هو بالفعل صحيح وليس فقط استنتاج استخباراتي كما جاء في أو كما سمعنا من عدة أعضاء في الكونغرس الأمريكي قالوا أنهم يعتقدون أيضا هذا ما كان في ملف وكالة الاستخبارات المركزية التي قالت أنها تعتقد إلى حد كبير بما ذكرته في تقريرها حول مقتل جمال خاشقجي. لم يكن هناك معلومات مؤكدة قاطعة تقول نحن نعلم وهذا ما حدث بالضبط، لذلك يجب أن تثبت ما يأتي في هذه أو يثبت ما يأتي في هذه الوثائق، وبعد ذلك سيكون هناك خيارات عدة بطبيعة الحال في يد الكونغرس وبيد الأعضاء، بدءا من مطالبة تحقيقات وما إلى ذلك من نتائج هذه التحقيقات، فرض عقوبات، المزيد من العقوبات، رأينا بعض العقوبات التي فرضت، ولكن قد يطالب أعضاء الكونغرس بفرض المزيد من العقوبات، كما حتى الآن قبل الكشف عن هذه الوثائق يطالب بعض أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين بفرض المزيد من العقوبات على السعودية على خلفية مقتل جمال خاشقجي. الكثير من الضغوط اليوم نراها يعني في كواليس الكونغرس ومجلس النواب وبقية المؤسسات الأمريكية التي تحاول الضغط على ترامب ضمن هذا الملف، سواء يعني طلب محاكمة السعودية لقضايا قضائية أو حقوقية تتعلق بحرب اليمن أو بقضية خاشقجي نفسه، لكن حتى اليوم لا يوجد نتيجة فعلية ملموسة أن هنالك ضغط تحقق على ترامب في هذا الموضوع. ما المختلف في هذه الخطوة؟ يعني كيف يمكن بالمعنى المؤسساتي أن يتحقق هذا الضغط ريما؟ أولا، الإدارة الأمريكية تقاوم وبشكل كبير أي ضغط يأتي سواء من المنظمات الحقوقية أو من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حتى وإن كانت هذه الدعوات وهذه الضغوط تأتي من الجانب الجمهوري. لينزي جراهام على سبيل المثال من أقرب المقربين إلى الرئيس الأمريكي يقف على خط مخالف تماما فيما يتعلق بمقتل جمال بالملف السعودي، ومع ذلك لم تنجح هذه الضغوط حتى هذه اللحظة بثني الإدارة الأمريكية. يجب أن يكون هناك كما يقول بعض الحقوقيين في واشنطن، يجب أن يكون هناك كلفة لوقوف الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية إلى جانب السعودية. حتى هذه اللحظات الكلفة لصالح الرئيس الأمريكي، بمعنى صفقات الأسلحة، الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، كلها أوراق ضغط بيد الإدارة الأمريكية. هناك أعضاء في الكونغرس الأمريكي منهم منانديز ولينزي جراهام وآخرون يقولون لا يجب أن نتخلى عن المبادئ الأمريكية بسبب المصالح التي يمكن أن تشكل ورقة ضغط، ولكن حتى هذه اللحظة الذي يعمل في واشنطن هو المبالغ والأموال التي تصرف بأشكال عدة وبطرق مختلفة في الولايات المتحدة، ولكن كل هذا قد يتغير إذا ما تواصلت هذه الضغوطات وإذا ما أقر الكونغرس الأمريكي المزيد من القرارات وتبنى المزيد من القرارات. وكما ذكرت زميلي، يعني الضغوطات لم تقتصر فقط على ملف جمال خاشقجي، كان هناك مطالبات أيضا بوقف الدعم العسكري للحرب في اليمن وما إلى ذلك من كل الملفات التي فتحت بعد مقتل جمال خاشقجي واستمرت أو زادت هذه المطالبات بسبب مقتل خاشقجي. شكرا جزيلا لك ريما أبو حمدية مراسلتنا في واشنطن، كنت ضيفتنا هنا في الاستوديو.